الزول في اللون يتمثل ناتي السماثين أفوس حميان ويجي دفغ نساقي أمي ظلي مساقي إمحباس يتسوى ظلمن صور وذابو ومصبطلي زكسني لي جورناليز زكسني بذاك الحراك يعني أذغان غير مولا نسن بخير وعلى خير باش الطويل غرف اللون خدمة على فيديو عدان في البالون دور بنزيما يمي هضرة نغاس ده مزيغ ده مزيغ ولكن خلالي شان بعرفن هضرون الرنس بعرف يبوض واسي يلاق أنو غرغرس النغ يعني سياسة التعريب قسمو النغ في بوض الحديث تعدى ثلاث غانا غمحون قلقا عنه والله كنت جا غزرم أتسلم يونو ومغناس يعني ونازور ده مروكي قرناس عصيد ده شي دينا سياسة التعريب ثماز غانا أسلف أسلف مليح وبثقافة. وهناك سبب آخر ثالث وهو مخطط سياسي جهنمي يسمى سياسة التعريب. سياسة التعريب لا لم تجدها في جزيرة العرب، لم تجدها في السعودية أو في قطر أو البحرين لأن هؤلاء عرب، ستجدها فقط في المغرب والجزائر وتونس وليبيا أي بلدان الأمازيغ. لماذا؟ لأن الهدف ليس هو إيجاد مكان للغة العربية، اللغة العربية الأمازيغ هم من أوجدوا لها قواعد نحو ابن أجرون مثلا، وهم الذين احترموا هذه اللغة وكتبوا بها وصنفوا بها الكثير من المؤلفات. فليس هناك أي موقف عدائي لدى الأمازيغ للغة العربية، ولكن الدولة عندما أوجدت سياسة التعريب كان هدفها ليس التعريب اللغوي بمعنى إيجاد مكان للعربي في الإدارة ضد الفرنسية، لا، كان الهدف هو تعريب إيديولوجي. فعندما تريد أن تسمي ابنك باسم أمازيغي يقال لك لا، عليك أن تلتزم بهذه اللائحة، ويعطونك لائحة فيها أسماء عربية فقط. هذا ظلم حقيقي اضطهاد. عندما يأتون إلى مكان يحمل اسم أمازيغي منذ آلاف السنين ويغير الاسم ويعطوه اسم بالعربي، مثلا لدينا مدينة تسمى زيلة بالأمازيغية فأطلقوا عليها أصيلة ووضعوا لها علامات طرق كلمة أصيلة، وهذا خرق لاتفاقية دولية وقع عليها المغرب، وهذه الاتفاقية تقول أنه لا يجوز لأي دولة في العالم أن تغير اسم مكان من لغة إلى لغة أخرى باسم لغة أخرى، لأن هذا يؤدي إلى محو الذاكرة ومحو التاريخ ومحو الهوية. فإذا تعريب أسماء الأماكن، تعريب أسماء المواليد، هذا ليس تعريبا لغويا، هذا تعريب أيديولوجي سياسي. وبالتالي أقصيت الأمازيغية من المدرسة ومن وسائل الإعلام ومن كل مؤسسات الدولة، فأدى هذا إلى احتجاج الحركة الأمازيغية، واستمر النضال 45 سنة، نضال سلمي بالفكر بالبحث العلمي بالكتب بالمقالات بالحوارات الإعلامية بالندوات والمحاضرات بقوة الكلمة وقوة الفكر. ليس لدى الأمازيغ أموال كبيرة ضائلة، ليس لديهم أحزاب سياسية قوية، ليس لديهم أناس نافذون في الدولة، لا، فقط جمعيات مدنية بسيطة بوسائل بسيطة، وانتصرت في النهاية، ولم تنتصر فقط بإدراج الأمازيغية في الدستور، بل انتصرت الحركة الأمازيغية بإدراج التعددية الدينية في الدستور، وهذا شيء كان يرفضه القوميون العرب ويرفضه الإسلاميون. الاعتراف بالبعد اليهودي للشخصية المغربية كان محرما سياسيا، واليوم أصبح شيئا معترف به نصا في الدستور. الرد الاعتبار للعمق الإفريقي للمغرب
كان هذا العمق مجهولا بسبب أن القومية العربية تجعلنا نرتبط بالشرق، والإسلام السياسي يجعلنا نرتبط بالمراكز الدينية مكة والمدينة، وغيب العمق الإفريقي بينما نحن أفارقة نضع أقدامنا فوق قارة تسمى إفريقيا. كل هذا بجهد الحركة الأمازيغية. أيضا البعد المتوسطي، أننا بلد يقع في حوض البحر الأبيض المتوسط، شاركنا كأمازيغ في حضارة كحضارات قديمة مع الفينيقيين ومع الرومان ومع الودان والبيزنطيين والبونيقيين وكذا، يعني حضارات عظمى شهدها هذا الحوض وشارك فيها الأمازيغ بقوة. فقمنا برد الاعتبار أيضا لهذه الأبعاد، والآن هناك توقيع على اتفاقية. أفهمت سلام أمغنى سي أحمد عاصيد مي هضران كي الفيديو عدان بلي وغين تسمين إيمون نوفو سيسم أمازيغ زرام يعني دو لا بارول على لاكت أتسلم ثورا وشنا ينغ يفير أترحم ربي أسلف تصدبوا ليس باسكي ند الحوايج ذي جيون الوقت ذي جوار الحال باش انت دينا أسلف مليح يتسوث يتوحبس فين الدنا سمحي وقيمة كذا اين زمرادة استكسر اين الا نيلا دونك ديجا ذا كيس أسلف ثورا cette identité berbère que vous transportez dans vos chansons. Je refuse qu'on fasse de moi quelqu'un que je ne suis pas. Et qu'est-ce que vous n'êtes pas, vous voulez dire ? Je suis un berbère au départ, et puis quelqu'un qui essaye d'avancer, de charrier avec lui des choses nouvelles, d'essayer de s'enrichir à partir des différences que je rencontre au fil de mon chemin. Mais on ne peut pas me dire, par exemple, t'es arabe parce que t'es musulman, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle le combat pour l'identité, ce que vous faites ? Oui, pour la vie, pour l'identité, pour la diversité aussi. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est arabe uniquement parce que le prophète s'exprime en arabe et que le Coran est écrit en arabe. La plupart des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Il y a des Indonésiens, des Chinois, des Bosniaques. Et on ne peut pas dire qu'un Québécois est français sous prétexte qu'il parle français. Je suis arabophone, je m'exprime en arabe. Mais arabe, c'est autre chose. تنسلين يوشنا ينغ يذيها في رحم ربي لكي دينا ويقيك حكم نسقنا لازم تسلن يذيها لكي دي قار أتسلم تيك التسناف يذير يمي قادر في ليبي عرب يخدمن لليقنسن قارنات لليق عرب يكس الدونة نجمع نغورنا غلو برمير دون نوفمبر بكس مور سنت مزغة أما كنو كوني ذا عربا أسلف ثمزواروث السيق ثمزغا قارنس يعني اوفيسيلمون
اللي تسمى ستون سيفز قرن يونيون دو مغرب عرب سيتادير ايزون اتنيسيزي لابيلاسيون دو لافريك دو نور اون بو لابيل يونيون نور افريكان لينا اون بو لابيل سامازرا اون بو لابيل مغرب اون بو لابيل لافريك دو نور اون بو ماشي سوا لي دي شوال يعني ابدل الاسم اسك سوالا بدي يلق اسا حتى ستصنع ثغرة في مزار سونسيف اتنا ثمور لي يجيني ذاك ثمور لي يجيني في بياض البيان اون بلوس بلي العربيزم مازال ليش اللي يخدم شغل اسم اتخم لونيون دي زيتا عرب سيت اون شوز تادير لونيون تمورا بو عرب ما إلا مش تبغيلي لو كنت فيها غدا راسي تاع درتي كنت هدر ضايا نوما والس تعرف أمك ياكد من كتشيني غا كرن أورثو كيغي دهكاني من نسن شغل هو أنا كبدل إي وذيني غادي ندير مرو إلا اللي كرات يوم نسكن لنا نصيحة تاع الجال يعني وذيني بث ندير يوم تحدي تقصير وتشد لا عباد وسانا لي دلاس وسانا لي مسلي مسلي تاع مسلي وسانا لا سيفيليزاسيون أمشي كاتك سم كلش نير لونيون دو تروك عرب اسلاميك نير مسلمان شو ليتا اي نا با افوار دو ريليجيون ليتا اي بيرمانون اي لي ايترنيل اي نا با دو ريليجيون اي لي غارون دي انستيتيوسيون علايا شو راه تي درد كتشيني دي لا كونستيتيوسيون اينيك الجيري ايت ان بيي عرب اشوا انا عرب ني قلنا Mais encore, les Arabes n'ont pas des Arabes, il n'y a pas d'Arabes. Mais il est à Tawaré, c'est que c'est un Zorénal. Voilà. La dernière, la religion, l'islam est la religion d'État. Mais l'État n'a pas de religion. On est un chrétien, on est un bouddhiste, on est un musulman. Ce n'est pas à l'État de dire, il faut que vous soyez ça, non, moi je vous n'étais rien. C'est des sentences verticales qui tombent comme des couperets et qui empêchent et qui verrouillent le peuple psychologiquement, philosophiquement, intellectuellement, j'en parle pas, et sociologiquement. Voilà, quand on dit, tu te dis, ouais, que tu me serais, Et puis, je suis là, l'union des pays, déjà. Alors que l'union des pays arabes, on a tout savoir de parce qu'il m'a dit, on a dit, on a dit, l'Afrique du Nord, tout le monde. Et puis, chez Yougadan, puisqu'on parle politiquement, c'est que c'est le Morocco, on a dit, l'officialité, c'est national et officiel, la Libye, on a dit, dans ce sens. Et ils sentent qu'ils soient un peu encerclés parce que moi, je suis aussi là. Je suis dit que c'est un peu parce que vous avez dit que c'est un peu plus tard. Donc, en tout cas, ils ne sont pas sur la bonne voie. Mais ils ont vraiment la politique à l'arbre. Mais ils ont soif à l'arbre. Mais ils ont soif à l'arbre. Mais, ou tu sais, comme ça, c'est quelqu'un qui s'est mis sur le mode qui l'a mis à l'arbre. Des jeunes, nous avons des intellectuels, des économistes. Mais je crois que c'est un peu plus ويدي قرن ويولنا امويقي واقي يتحويس في لهنا يثمرث يتشاك لي كونساي غزاف باش نتروح على وين نديري مادام هاد بويا كي مازال يفهم راه بلي ثمرث هي لقات تغار على صليف الثانية عزكا غتروح الشوال سي اوتوماتيك راكم ديني غزول في اللون تنميرث والسلام عليكم.